تشاهدون الآن جنة المرأة مع شيف أحمد المغازي. صحتك في أكلتك والشيف مغازي فرحتك، شيفنا يسعد دنيتك يملأ بالخير جنتك. شيفنا يسعد دنيتك يملأ بالخير جنتك، وجبته في كل مرة تشفي دايما صحتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اللي بنقدمه يوميا على قناة الرحمة الفضائية صحتك في أكلتك. احنا مازلنا مستوطنين وقاعدين في المطبخ التونسي مش في ميدان التحرير. مطبخنا النهاردة المطبخ التونسي، مطبخ جميل جدا بيتميز بأكلاته، بيتميز بروعة مذاقه، طريقة إعداده، سهولة الأكلات نفسها في طريقة الطبخ. المطبخ التونسي بيتميز ليه؟ لأنه طبعا بيطل على البحر الأبيض المتوسط بسبب طبيعة اتصال الحضارات البحر المتوسط بين بعضها. الأكلات التونسية أكلات طريقة إعدادها وطريقة طيها سهل جدا ومذاق لها خاص، وبتمتاز بتنوعها الكبير ومرونتها الإعداد والتحضير ومكوناتها، وبتأتي من مناطق مختلفة. وأشهر هذه الأكلات زي ما قلنا قبل كده وعملنا مرقة السفنارية، الكسكسي، الكمونية، الدولمة، الكرومب، الروشتة اللي هي الدوداء أو المفورة بالدجاج، عندنا الطاجن المسلوقة، الكسكسي بالحوت، عين السنيورة أو نقول العين الأسبانية، سلطة الرز، المكرونة بالحوت، طاجين باللحم، طاجين بالدجاج، البوريك، المعقودة. كل ده طبعا أشهر الأكلات التونسية، وإحنا بنجتهد بصراحة علشان نخوض المطبخ التونسي ونجيب أشهر أكلات من عندهم ونشوف السادة المشاهدين يعملوها بطريقة سهلة ويتذوقوا المطابخ، المطبخ التونسي مرة المطبخ المغربي زي ما إحنا ماشيين على هذا النهج. طبعا عايز أقول حاجة مهمة جدا للسادة المشاهدين، إن المطبخ التونسي ميزته إن بيتميز إن كل الأكل بيدخله خضروات، كل الأكل بيبقى فيه موجود خضار. اذا هنعمل كسكسي، اذا هنعمل دولمه، انتوا عارفين ايه الدولمه؟ الدولمه احنا عارفينها ان هي محاشي. في المطبخ التونسي تختلف الدولمه، الكرنب اللي موجود عندنا ده هنحشيه بالبيض واللحمه وحشوه كده جميله جدا، انا شخصيا تذوقتها وعجبتني فحبيت اعملها. يبقى وجبتنا النهارده عشان نشوق الساده المشاهدين وكمان نفسنا تتفتح ان احنا نقعد قدام الشاشه ونتابع الشيف احمد هيعمل لنا النهارده. هنعمل كسكسي بالعلوش، كسكسي بالعلوش، وهنعمل الدولمه مع بعض. كسكسي بالعلوش يعني كسكسي بلحم الخروف، علوش في تونس يعني لحم الخروف، والدولمه محشي الكرنب. الاكلتين دولت جمال جدا، ويا ريت تتابعوني في طريقه اعدادهم وتقديمهم ازاي، مهمين جدا لان اي مطبخ وخاصه المطبخ المصري في الحاجات دي متوفرة فنعملها بسهولة ونبقى في نفس الوقت أكلنا أكل تونسي جميل وغيرنا من مطبخنا وغيرنا من مذاق الأكل بتاعنا. قبل ما ندخل على الأكلات تعالوا نشوفوا مع بعض، نقول لحضراتكم السادة والإخوة والأخوات المتصلين معانا على الفيسبوك وأراهم في البرنامج واقتراحاتهم لبرنامجنا. معانا الأخ حسين من الجيزة: شيف أحمد، أنا من محبي قناة الرحمة، في البداية ببلغ سلامي لوالدي وحبيبي الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان، وأحب أقول لكم جميعا تحياتي لإدارة قناة الرحمة. ويا شيف أحمد طريقتك للوصفة سهل جدا ومختصر، وكلامك ومعلوماتك بستفيد منها جدا وبتستفيد ست البيت وبنعلم أولادنا. أكلاتك صحية وخفيفة يا أحلى شيف، ويا ريت تقول لنا الوجبات المطبخ التونسي زي ما حضرتك بتشرح. معانا الاخت دينار: حمد لله على السلامه ورجوع فضيله الشيخ محمد حسان الى ارض الوطن، وسلامنا لفضيله الشيخ، وحب اشكر اداره قناه الرحمه وكل العاملين في البرنامج جنه المراه. الاخت امل ابو الفتوح من طنطا: تحياتي لإدارة قناة الرحمة وكل العاملين في البرنامج جنة المرأة. ومعانا الأخ عاطف وسهيلة وأحمد: عاطف نجحوا ما شاء الله، نجحوا في العام الدراسي الثانوية العامة، بنبلغهم تحياتنا وبنقول لهم مبروك النجاح، ومبروك النجاح لكل
الإخوة والأخوات اللي نجحوا السنة دي والعام الدراسي ده بخير، يجعلوا يا رب عام سعيد وشهر كريم وشهر فضيل على الأمة الإسلامية وكل الإخوة والأخوات. معنا الأخ علي المصري، الله يجزيك كل خير يا شيف أحمد، وتحياتي لفضيلة الشيخ محمد حسان. وأنا على فكرة عجبتني قوي حلقة الفسيخ. الأخت ملك عرف، ملك عرفة، سلام لفضيلة الشيخ وسلامي للشيف أحمد، وتسلم إيدك وعينك. بس عايز أطلب طلب منك، أنا عايز الكتاب، أعمل إيه عشان أوصل له؟ الكتاب موجود في المخي وتقدر تجيبه من المكتبات. معانا الأخت بوسي الكاشف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيف أحمد؟ والله كل حلقاتك جميلة وممتعة وكل يوم بتتقدم للأجمل، والحلقة بتاعت الفسيخ والسردين جميلة، بس في حاجة اتنست في الحلقة، ما قلتش إزاي نملح السردين، لكن تمليح الفسيخ سهل جدا. تمليح السردين يا أخت بوسي سهل جدا، زي ما قال الأخ إيهاب، زي بتملح السردين، بنختارنا النوع السردين لازم يكون مهم جدا، والملح الخشن، وزي ما شفت حضرتك لازم يتعامل معاه شويه خضره على الوش اللي هو الفلفل والطماطم والبصل. معانا الكينج المصري، بارك الله لنا فيك يا شيف وجزاك الله عنا كل خير. الاخت حنان ابو العينين من دمياط، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف احمد؟ وجزاك الله خيرا وربنا يزيدك من حب الناس، لأنك حقيقي إنسان بتستاهل كل خير لذوقك وأخلاقك الكريمة. هذا ما لمسناه فيك من خلال البرنامج اللي بتقدمه حضرتك على حبيبتنا شاشة قناة الرحمة. أحب أن أسأل سؤال يا شيف أحمد، فين كلمتين وبس؟ كلمتين وبس اللي بنقدمها، اللي هي المعلومة الجميلة. إن شاء الله في شهر رمضان، الشهر الكريم، في مفاجأة، هنبقى كل ولا تأكل، بدل كلمتين وبس. طبعا تحت حسن الإدارة، يعني ده من الشيء العظيم ان احنا ايه حبينا نغير، يعني كل ولا تاكل في برنامجنا اللي بنقدمه على السحور اللي هو المسحراتي. معلومه برضو، يعني انا عايزين نقول للساده المشاهدين، تاكل ايه وما تاكلش ايه، تاكل ايه مع السبانخ وما تاكلش ايه مع السمك كده، يعني ادي فكره الموضوع. يبقى كل ولا تاكل بدل كلمتين وبس. معانا الاخت منى من اسكندريه، حلقه المسلوقه بالدجاج جميله من المطبخ التونسي يا شيف، تسلم ايدك والله عجبتني قوي. الأخت شيرين أحمد، شكرا يا شيف أحمد على أكلاتك الجميلة جدا وسهلة وبسيطة، ربنا يبارك فيك وفي كل العاملين في قناة الرحمة. الأخ أحمد مندور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد سمير من بني سويف، طلبت من حضرتك مكونات عجينة الكريب وصوابع الزينب وما سألتش فيا، ليه يا شيف؟ لازم ترد علي. حاضر يا أخ أحمد. الحاجة ماجدة البراوي، عايزين طريقه المنقوشه اللبنانيه والكبه اللبنانيه. احنا عملنا المنقوشه اللبنانيه، ان شاء الله في حلقه من الحلقات اللي جايه هنعمل الكبه اللبنانيه بانواعها كلها. لمياء تامر من السعوديه، ازيك يا شيف؟ احنا مصريين في السعوديه مقيمين هناك وفخورين بيك جدا قوي، وعايز اعرف طريقه سمك الهامور. حاضر يا اختي لمياء. الاخ سائره الله، انا اول مره اعمل اكل من المطبخ التونسي وعملناها النهارده، ما كنتش اسمع عنه، وكانت جميلة قوي وعجبت ماما جدا، وجربت الرز بالقهوة اللي هو الحمام الرز بالقهوة، كان جامد وطعمه وريحته تحفة، جزاك الله عنا كل خير. أم زياد من الأردن، يا جماله يا شيف، كل شعب الأردن بيبلغك التحية والسلام، وتحياتنا لفضيلة الشيخ محمد حسان والعاملين في قناة الرحمة. بس مجرد تنويه مني بالنسبة للطحال، فنحن في الأردن بناكل محشي الطحال بالثوم والبقدونس والبصل الناعم والليمون والبهارات، ده شيء جميل. الأخت أم زياد بترد على السؤال اللي احنا اتسألناه، الطحال بيتحشي ولا لا؟ شفتوا الجمال؟ التواصل، في متابعة وفي تركيز في البرنامج، أنا فخور جدا. الأخت أم زياد بتقول احنا في الأردن بناكل الطحال محشي بالثوم والبقدونس والبصل الناعم والليمون والبهارات وزيت الزيتون، ده شيء عظيم. والشكر الجزيل للكنترول الذي يقوم بإيصال رسائلنا، ده بتشكر، ده يعني أول رسالة تيجي للكنترول بالاسم من الأردن بإيصال رسائلنا، وشكرا جزيلا، ربنا يجازيكم كل خير. أم زياد الخطيب من الأردن، شكرا يا أم زياد. الأخ هشام الألفي، يا جماله، ثلاث مرات في عين الحسود، الله عليك يا شيف يا كبير قوي، شكرا يا أخ هشام. الأخت سما، جامدة أول حلقة يا شيف بتاعت المطبخ التونسي، شكرا يا أختي. أحمد مجدي، يا شيف الكمونية جميلة جدا وسهلة، أنا ما كنتش أعرف إن المطبخ التونسي جميل وسهل بالشكل ده. الأخت دردش البرنس، والله يا شيف حضرتك من الناس اللي بنحبهم في المطبخ، وسهلوا علينا المطبخ وحببونا في المطبخ،
مش زي الناس التانية اللي بيتكرهونا في المطبخ. من حقها تتفرج على البرنامج المطبخ وننفذ الأكلات زي ما حضرتك بتحب، وبنحبك يا شيف مصري الأول. الأخت هبة أحمد، شكرا يا شيف على مجهودك معانا وعلى المعلومات القيمة اللي بتقولها لنا في كل برنامج، لأن زي ما بتقول المطبخ فن وإبداع ومعلومة أكتر ما هو طبخة. الأخت أسماء محمد، أنا أسماء محمد من القاهرة، السلام عليكم، أنا بحب أكلاتك يا بروفيسير. أنا أول ما شفت حلقاتك دخلت المطبخ وعملت وقفت المطبخ وأنا عندي ثقة في نفسي، وأمي عجبها الأكل قوي وبقول لك يا جماله. وتحياتي برجوك لفضيلة الشيخ محمد حسان، وحمد الله على سلامته لوصولة أرض الوطن. الأخ أحمد سلام، يا جماله يا شيف أحمد على الحلقة الفسيخ، بصراحة الواحد مش عارف يقول لك إيه ويشكرك إزاي. وأنا أحمد من المنوفية، وريت بقى تقول لي طريقة ومقادير العرق سوس، هنجيب بتاع عرق سوس هنا عندنا إن شاء الله. الأخت شيماء فتحي من الشرقية، من محبي البرنامج، وتبلغ تحياتها لكل العاملين في برنامج جنة المرأة، وبتقول رجاء خاص تخلي فضيلة الشيخ محمد حسان يدعي لي بالشفاء العاجل، وانتوا كمان تدعوا لي والسادة المشاهدين. نحن من هذا المكان بندعو للأخت شيماء فتحي بالدعوات بالشفاء العاجل، وربنا يعفيها إن شاء الله. وشكر خاص لكل اللي تواصلوا معنا وكل اللي شاركونا باقتراحاتهم وأراهم، لأن مجرد ما أقعد قدام الكمبيوتر أو اللابتوب أو الجهاز الاتصال وأفكر أنا أكتب رسالة أو أكتب مجرد حروف، يعني أكتب بس كلمة قناة الرحمة، ده شيء عظيم جدا لاهتمام. شكر خاص لكل المتواصلين معنا وكل اللي بيشاركونا بأراهم. تعالوا بقى نتكلم شوية في الجد، إيه رأيكم؟ قبل ما نتكلم في الجد بقى وشوقكم للأكل الجميل، الكسكسي بالعلوش. العلوش عرفناه لحم الخروف، عشان محدش ايه يقولي العلوش دي حاجة ما نعرفهاش، لحم الخروف. وهنعمل الدلمة التونسية. ما تيجوا نطلع فاصل صغير ونريح نفسنا كده من الشيف، ونرجع مع بعض نخش في معمعة المطبخ التونسي. ما تروحوش بعيد. الأكل علم ومعلمة، وأصول تناسب همتك، وعشان رضاك ومعزتك شيف المغازي في خدمتك. أكاديمية الشيف لتعليم فنون الطهي، ورشة عمل لتعليم فنون الطهي لك ولك في آن واحد. أكاديمية الشيف، أشهى المأكولات، ألذ الأطباق. أكاديمية الشيف، في أقل الأوقات تقدري تعملي أحلى الأكلات. أكاديمية الشيف لتعليم فنون الطهي مع الشيف أحمد المغازي. المطبخ فن وإبداع. العنوان: السادس من أكتوبر، المحور المركزي بعد ميدان الحصر بخمسمائة متر فقط. التليفونات 019-411-6006 أو 014-99-28-288 أو 02-383-454. بادر بحجز مكانك، خصم خاص لفترة محدودة. التعليم لمدة شهرين 1100 جنيه شاملة الخامات. الله عليك على طشتك من كل دولة وجبتك، والطلة حلوة طلتك والطعم كله كله. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، هنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل الكسكسي بالعلوش إزاي. طبعا عشان برنامجنا ووقت برنامجنا، اللحمة أنا سليها في مية هنا، خليتها تاخد 3 ارباع سوا تقريبا عشان وقت البرنامج، نطلع بالاكله ونشوفها مع بعض بتتغرف ازاي. في حاجات بعد اذن الساده المشاهدين انا بعمل لها مزمبلاس تحضير قبل ما بندخل في الاكله، يعني مثلا اللحمه دي عايزها عشان تستوي عايزها على الوقت ساعه الا ربع. فطبعا المساعد بتاعي حلمي بيتفضل مشكورا، وبيسلقها مع التوابل والبهارات والاعشاب وكل حاجه على النار، بحيث ان انا اختصر الوقت واضيفها لبعض الاكلات أو بعد المقادير بتاعة الأكلة، علشان بعد كده تبقى الأكلة طالعة معايا كاملة. فطبعاً متعودين تشوفوا اللحمة قدامكم، ولكن إذا بتطلب اللحمة المفرومة مثلاً هنسويها مع بعض، دي بنشوفها مع بعض. فدي الحاجات الصغيرة اللي أنا بعملها من غير أنتم ما تشوفوني، علشان يبقى في مصداقية.
تعودنا على شاشة قناة الرحمة الفضائية في مصداقية وشفافية في التعامل في المطبخ ومقادير المطبخ والشغل. تعالوا نطلع مع بعض نشوف مقادير الكسكسي بالعلوش. مقادير الكسكسي بالعلوش عندنا طماطم، فلفل، كوسة، بتنجان، جزر، اللحمة اللي هي لحمة العلوش، لحمة الخروف، مقاديرها تقريبا كيلو أو نص كيلو حسب عدد أفراد الأسرة، وكوسة وبتنجان وجزر وإيه كمان يا شيف؟ وبصل وخضار زي الكوسة والبتنجان وفلفل حار والهريسة ومعجون الطماطم وتوم مجروش وكراوية وملح وفلفل وطماطم مبشورة وصلصة طماطم. نقول المقادير عشان برضو اللي يكتب معانا: لحم علوش كيلو، بصلتين تقريبا، خضار حسب الرغبة، كوسة، بتنجان، جزر، فلفل أحمر، معلقتين من معجون الطماطم، هريسة اللي هي الفلفل المهروس، توم مجروش، كراوية، ملح، فلفل، قرفة ناعمة على وش الكسكسي. ونشوف هنعمل مع بعض ازاي الكسكسي من المطبخ التونسي. طبعا احنا عندنا أكلتين مهمين في المطبخ. دايما أنا بقول تنظيم الوقت في المطبخ، إذا أنا عندي النهاردة ديك رومي، عندي فخدة ضاني، عندي فرخة مشوية ومعاها مكرونة، هعمل رز. لما أول ما أخش المطبخ لازم أشوف المنيو بتاعي، المنيو اللي هو إيه؟ أنا هعمل إيه النهاردة على الغدا؟ أفراد الأسرة ورب الأسرة والضيوف اللي عندي، دي معلومة مهمة، هيتغدوا النهاردة؟ هيتغدوا واحد، اتنين، تلاتة. هشوف واحد هتاخد وقت كتير أبدأ بها الأول. محشي مثلاً، أضطر ألف المحشي وأخليه على النار، وقت ما بيستوي المحشي على النار أنا بشتغل الشغل التاني، ده اللي أنا عايز أوصله لحضراتكم. ما ينفعش يبقى مطلوب محشي اشتغل في الشوربه واعمل الرز وبعدين اقعد اعمل في المحشي، ما ينفعش. فلازم انسق الوقت بتاعي بحيث اطلع في الساعه وفي الساعتين اللي هو في المطبخ فيهم بالوجبه بتاعتي كامله وزي الفل، وما وقفتش في المطبخ كتير وما ضيعتش وقت كتير، ومطبخي متنظم ونظيف ومترتب بالشكل ده. انا عندي النهارده الكسكسي والدولمه، هحط الكسكسي على النار ونشتغل في الدولمه مع بعض. معانا اتصال. السلام عليكم. معانا منين اتصال؟ منين؟ من اسيوط. من اسيوط. ام رحمه ازيك؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا اختي الكريمه، اهلا وسهلا. الله ينور عليك. الله يبارك لك. من فضلك يا شيف انا عايزه اعرف طريقه عمل التورته. طريقه عمل التورته؟ حاضر. ايوه ماشي. ايه راي حضرتك في المطبخ التونسي؟ الله ينور والله. عاجب حضرتك؟ تمام. نعم. يعني احنا شغالين على نهج تمام؟ طبعا. الله ينور عليك. الله يبارك لك. ربنا يديك الصحة. تابع معايا حضرتك أكلات المطبخ التونسي والأكلات المشهورة اللي فيه، وهنشوف مع بعض في حلقة من الحلقات طريقة إعداد التورتة إن شاء الله. أشكرك يا أختي الكريمة. أنا دلوقتي بعمل الخضروات، نوسع كده، نشيل، بيقول لي الأستاذ المخرج شيل الكرومباية ديت أهيت عشان توسع. ونشوف مع بعض دلوقتي، أدي حلة الكسكسي على النار أهيت، الحلة الكبيرة طويلة، والحلة التانية اللي هي المصفى دي لازم تتحط كده، والغطا بتاعها. طبعا زمان امهاتنا ما كانش فيه كده، عشان نبقى واضحين مع بعض، كان فيه المصفى، وتجيب المصفى على قد الحله، نفس الفكر طبعا، لان احنا كل الحاجات دي احنا واخدينها منهم، بس طورناها كده عشان التكنولوجيا بس والحداثه، انما كل حاجه احنا في خيرها دلوقتي من زمان ودلوقتي برضو من خير اجدادنا وابهاتنا وامهاتنا. كانت المصفى تتحط، وبدل ما بتغطيها بغطا بتغطيها بشاشه نظيفه غسلاها ومطبقاها وشايلها في الدولاب، لما تيجي تعمل كسكسي تفكها كده وتعمل شغل الايد ده، من ربنا ما نحرم منه يا رب. ففي اهتمام يعني، ما كانش بقى فيه الحله وفيه الغطا واللي احنا فيه دلوقتي. فعندنا الحله اهيت، هنبدا الاول نحمر اللحمه اللي احنا هنعملها مع بصل مع الطماطم مع الخضره اللي موجوده عندنا الجميله ديت اهيت، نشوفها مع بعض هنقطعها ازاي. نحط بصلتين على النار مع شوية زيت زيتون أو مادة دهنية، شوية زيت زيتون كده، معانا الأخت أم محمد اتصال من الفيوم. أم محمد السلام عليكم. ازيك يا شيف؟ ازيك يا أختي؟ كيف؟ الله يديك الصحة والعافية. آمين يا رب العالمين. آمين. كان ليا لو سمحت سؤال عند حضرتك. نعم؟ كان ليا سؤال عند حضرتك لو سمحت. سؤال لو سمحت. ليكي السؤال، اتفضلي يا اختي، اتفضلي تحت امرك. سؤال لو سمحت. اتفضلي معاكي. سؤال، اتفضلي يا اختي، اتفضلي تحت امرك. لو سمحت يا شيف، جوزي كان عاوزني اعمل له مخلل عندنا ليمون، يعني مستوي من عمله، ولو جايب لي فلفل اخضر وفلفل احمر وعاوزني احط له عليه بصل، بصراحه مش عارفه. الليمون؟ عندنا ليمون مستوي.
وعاوز نعمل له مخلل. آه. فإذا سمحت معلش. طيب حاضر. اعمل لي يعني حط له عليا فلفل أخضر وفلفل أحمر وبصل. طيب. ممكن معلش؟ حاضر يا أختك هرد على حضرتك. إن هي حاضر. ليك السؤال تاني حضرتك؟ ألف شكر الله ينور عليك ويديك الصحة. المطبخ التونسي بتحبيه؟ أه جدا والله. الأكل التونسي لازم لازم نجرب الأكل التونسي. حاضر. طيب. حاضر يا أختي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. قول لي يا أستاذ معت إيه السؤال؟ السؤال طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر. اصحى معايا يا جميل. طريقة عمل الليمون المعصفر سهل جدا. احنا بنجيب الليمون في الموسم الليمون لانه رخيص. الليمون دلوقتي اغلى من التفاح والله. نجيب الليمون في الايام ما يكون رخيص. هنجيبه نغسله كويس ونغليه ونفتح كل ليمونه كده بسن الشوكه او بسن السكينه. كل ليمونه كده نفتحها علشان ما تفرقعش ويبقى شكلها في ليمونه فاتحه من الشمال وليمونه فاتحه من اليمين ويبقى لافت. لا نفتحها الليمونه كده فتحه صغيره ونسل الليمون ده في ميه مغليه لغايه لما لونه يصفر. لو اخضر لونه يصفر ولو اصفر لونه يبقى اصفر واصفر. بعد جيب كده العصفر والثوم اذا عايزين نحط معاه ثوم نحط معاه الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر ده الجميل ده ونحط له شويه الخل التمام ونظبطه وفي نفس الوقت نسيبه فتره طويله مكمور في برطمان ويتقدم في شهر رمضان الكريم. والايام جايه طبعا في شهر رمضان عايز المخللات هنعمل حلقه عن المخللات. معانا دلوقتي الخضره اللي انا بحمرها في حله. بصل مع فلفل مع جزر مع شويه ثوم. الخضروات كده بشوحها مع بعضها كلها. الخضره بتاعت الكسكسي مهمه جدا حسب الرغبه. شايفين انا جايب بتنجان صدقوني انا منقيهم بيدي دولت لايه؟ لمشاهدين قناه الرحمه. شايفين البتنجان ورور ازاي؟ اهوت كله قد بعضه. دي نقاوة الشيف. لو واحد تاني بيشتري البتنجان هو مش عارف انا عايزه ليه. فتفرق ان ست البيت تنزل بنفسها تجيب الخضره من عند الراجل بتاع الخضار او من السوبر ماركت. ما تبعتش الشغاله وتبعت البواب تقول له انا عايزك بتنجان وعايز كرنب يروح يجيب بدل الكرنب بتاع ده كرفس ويقول ده اللي لقيته في السوق. مفيش والله يا حاجه مش ده اللي بيحصل. روح هات بتنجان يروح يجيب بدل البتنجان كوسه يقول انا كنت فاكره بتنجان. ما هو الراجل ما يعرفش. ننزل احنا نتمشى نعمل دايت ونعمل رجيم ونهز ونروح ونجيب الحاجه بنفسنا من عند الفكهاني من عند الخضار من السوبر ماركت. نتسوى البتنجانيه الحلوه الجميله ديت يا ريت الشاشه تجيبها. بتنجان الابيض بتنجان الاسود شايفينه الجمال بتاعه. الفلفل الاحمر خير ربنا كتير وربنا خلق الخير في الارض وفي وادي الاخضر والاحمر والاصفر والطماطم الجميله المش مدوده. لما اجيب الحاجه دي بنفسي يبقى انا دفعت فلوس في حاجه كويسه. فمهم جدا ان انا ايه اتسوق بنفسي. شايفين البتنجان بقطعه اهوت نصين. البتنجان الابيض البتنجان الاسود بالشكل الجميل ده كده الله اهوت حلو قوي. طبعا ده مغسول لازم الخضار ده يتغسل الاول اساسي. بتنجان ابيض وجميل ازاي والكوسه انا حطيتها وعندنا الطماطم كمان. دي خضره جميله. هاخد انا الخضره ديت. معانا اتصال. معانا الاخت ام اسماء من البحيره. ام اسماء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. اتفضلي يا اختي. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك يا رب. انا انتهيت فرصه على فكره الاخت اللي سالت من فتره على العرق سوس. العرق سوس اه. اه. كويس. وعايزين زي ما حضرتك وعدت يعني تعملي لنا حلقه عن العرق سوس يعني. حلقه عن المخللات حاضر. ان شاء الله عشان ما ضلناش عشان احنا يعني في الريف وبنقعد قدام الفرن ونخبز وكده يعني وبنحطش ياما يعني. حاضر حاضر. واللهم صل على سيدنا محمد. عايزه نعرف طريقه البسبوسه لو سمحت. نعم يا اختي. طريقه البسبوسه. طريقه البسبوسه حاضر. شكرا. تحت امرك. أنا هنا بقطع الخضروات زي ما شايفين. طريقة البسبوسة يا أختي الكريمة لو احنا دخلنا على موقع القناة هنلاقينا عاملين البسبوسة وعاملين الكنافة ومع ذلك إن شاء الله هنعملها في حلقة من الحلقات. الفلفل الأخضر أهوت ده كده أنا حطيت تشكيلة من الخضار. فلفل بتنجان جزر طماطم كوسة فلفلة خضراء فلفلة حمراء البصل. شايفين الخضرة الجميلة. نايس حاجة مهمة جدا هنا شوية كزبرة خضراء. أدي الكزبرة الخضراء شويه كده. كده انا جهزت الخضره الجميله بتاعت الكسكسي. عند اللحمه بتاعتي اللي انا مسويها شويه. المفروض اللحمه ديت تتحمر مع الخضار. شوف انا بقول لكم صريح معاكم ازاي ايه هو المفروض وايه اللي انا عملته علشان
وقت البرنامج. اللحمه اللي انا سلقتها دي المفروض تتحمر مع الخضره وتنضاف مع الخضار كده ونقلب وكله يستوي مع بعضه، ولكن انا حمرتها هنا برضو ومع شويه بصل وشويه ثوم علشان اكسب وقت شويه في السوى. شايفين الخضره؟ الله، شامم ريحه جميله. انا اهيت مش قادر اقاوم الريحه الجميله في الحله بتاعت الكسكسي. احط التوابل الجميله بتاعتنا، شويه كزبره، شويه كمون، شويه كراويه، توابل كزبره كمون كراويه، الله، شويه كركم، حلو قوي، شويه قرفه خشب حبتين كده، وعندنا ورقتين رورو اللي هو ورق الغار اهوت عشان يدي تست للشوربه. كاني بعمل مرق عادي. عايز احط فصين حبهان يا جماله. نجيب فصين حبهان نكسرهم بالسكينه ونحطهم، يبقى يا جماله كده الخضره هي جاهزه زي الفل. مش هملحها، الملح ده اخر حاجه خالص. عند الشوربه اللي انا سلقت فيها اللحمه قبل بدايه البرنامج، التحضير اللي انا محضره، المرقه دي جميله جدا، بنزل بيها كده على فين؟ على الكسكسي الخضار. الله الله على الريحه الجميله، مش قادر، سامحوني واقف غصب عني جنب الحله من جماله وطعمه. اهوت اقلب كده، الله، الخضره الجميله ديت هي اهم حاجه في الموضوع مع الشوربه بتاعه اللحم. شايفين الحله دي؟ خلاص كده شكرا. ازود الميه شويه علشان انا هحتاج ميه من الميه ديت للكسكسي اشربه، بس الاول هنعمل ايه في الكسكسي هنشوف مع بعض. ازود الميه هنا كده، الله الله الله، حلو قوي. دي رقم واحد لطريقه عمل الكسكسي. الشيف كده ايه عمل خطوه رقم واحد، الخضره مع اللحم، قلبه وتبله وبهره بالتابل التونسي. التوابل في المطبخ التونسي يعني التابل اهوت. وشفنا مع بعض زي الفل الخضره الجميله اللي عندنا. فينا نبيت، فينا نحط بروكلي، فينا نحط لقاس، فينا نحط بطاطس، الخضره حسب رغبتنا. احنا بنحب ايه خضره نحط الخضره. معانا اتصال، معانا الاخت امل من السعوديه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك الف عافيه. الله يعافيكي، الله يعافيكي يا اختي. تفضل. بالنسبه للكتاب يا شيخ بسال، له اسم معين ولا نطلب باسمك انت؟ الخل. الكتاب، الكتاب. الكتاب، صحتك في صحتك في اكلتك يا اختي. اسمه كده؟ اه، صحتك في اكلتك. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكي يا اختي. الله ليكي حق، ليكي ملحوظه على المطبخ التونسي؟ الله يعطيك الف عافيه، جزاك الله. امانه كله تمام؟ الله يعطيك الف. الله يعافيكي، الله يعافيكي. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا اختي. تعالوا نشوف الكسكسي هنعمل فيه ايه. الكسكسي زي ما قلنا كان زمان امهاتنا تعمله على ايديهم، الدقيق بالزبده والسمنه البلدي، عارفين السمنه البلدي الخير عندنا كتير، ونجيب الدقيق ونقعد نفرج فيه كده بشيشاق شويه شوربه ونفركه بايدينا لغايه لما يطلع معانا كسكسي، نبخره على البخار بتاع الشوربه بتاع الدكر البط ولا الدكر الوز اللي قاعده طول السنه تزغطه لحم وتزغطه عجين وتزغطه رز عشان تذبحه في المناسبة الجميلة في العيد أو في أول رمضان. دي كلها عادات عندنا، تيجي سنين وتروح أيام وتيجي أيام، وهي عادات موجودة لأن دي الأصالة بتاعتنا. وبعد كده نمسك الدكر البط والدكر الوز ده، ناخد الشوربة بتاعته نعمل عليها الكسكسي، نعمل عليها الرواق بتاعنا الجميل. فطبعا احنا خدنا عملنا الموضوع الشوربة هيت واللحم وكل حاجة في الحلة. الكسكسي ده موجود جاهز دلوقتي في السوبر ماركت، بنختار نوعية جيدة ونجيبه هنا كده طالما احنا عندنا الحلة. وباجي بعد كده اعمل ايه؟ بجيب شويه زيت وابسسه كده بشويه زيت الاول علشان لما احطه دلوقتي في الحله بتاعه الكسكسي ما يلزقش. يفتح دي كده عشان ناخد شويه زيت كتير، عايز كميه. انا فكره ان انا ابسسه بشويه زيت او بشويه سمنه زي المكرونه كده علشان ما ينشفش معايا او علشان ما يعجنش لما احطه دلوقتي على في البخار. باجي دلوقتي كده اقلبه كده، نلبس جوانتي كده ونقلبه كويس. مهم جدا الخطوه اللي انا بعملها ديت علشان لما احط الكسكسي في الحله بتاعته ما يعجنش معايا اهوت.
بعد ما احط عليه الزيت بيبقى بالشكل الجميل ده كده. لازم الزيت اللي انا حطيته ده لازم يختلط بالكسكسي كله، وافركه بالكسكسي بالشكل ده. مهم جدا. معانا اتصال من الدقهليه، الاخ احمد. سلام عليكم ابو حميد. عليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا اخي الكريم؟ الحمد لله رب العالمين. والله بدي اعرف منك خلطه البروست يا شيف. خلطه البروست. البروست. عيني. حاضر. تكرم عينك. البروست ده يا اخي الكريم نوع من انواع الفراخ يعني. ما هوش خلطه. ايوه مظبوط. يعني مثلا الخلطه بتاعتي يعني. الخلطه بتاعته طريقته، ولكن احنا مش عايزين البروست عشان الاعلانات، ولكن هنقول لحضرتك الخلطه اللي هي بيتعمل بيها الفراخ البروست. ماشي. حاضر يا اخي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. انا هنا بسد شويه فراغ العين بتاعه الكسكسي. نحط كده مقدار الكسكسي اللي عندنا في الحله اهوت. وعندي الله، شوف البخار الجميل والريحه الجميله ديت تيجي. يا ريت الشوربه بتاعت اللحم اللي انا سلقتها وكنت محمرها شويه مع ريحه الخضار الجميله اللي انا حاططها هنا، بجيب الحله بتاعت الكسكسي كده اهيت وبنزل بها كده، ونسيبه ايه يتدلع هنا كده ويستوي، ومن وقت لاخر نقلبه ونغطي. البخار بقى اللي هيطلع كان هيطلع فين؟ على الكسكسي كده، وخلصنا من الموضوع كده. دي خطوه رقم 2. يعتبر كده الكسكسي خلص، لان كده انا واقف اشتغل جنبه اعمل الدولمه على ما يطلع. بس طبعا لازم اروق مطبخي كده يكون نظيف، مهم جدا. ممكن نقول لكم هنطلع فاصل ونرجع نروق المطبخ، وتقولوا الشيف عملها اهوت. سهل خالص مطبخ، لان مطبخي نظيف نظافه اول باول. حلو، تعالوا نشوفوا مع بعض هنعمل ايه دلوقتي في الدولمه. عندي الميه بتغلي على النار مع شويه ملح، وعندي الكروم، وعندي مقادير الدولمه. يا ريت تيجي على الشاشه للساده المشاهدين مقادير الدولمه التونسيه، سهله خالص ولازم نعرف يعني ايه الدولمه. يا ريت نطلع بالمقادير. ماشي يا جميل. الله، مقادير الدولمه سهله خالص. كروم، كلنا عارفين الكروم. لحمه مفرومه، بصل مفروم، زيت زيتون، بيضتين مسلوقين، بيضتين نيين او بيضه وبيضه، يعني البيض المسلوق ضد البيض الني لو كانوا اتنين واتنين يبقى واحده وواحده. نص كوب معدنوس، معدنوس اللي هو البقدونس. البقدونس في تونس يسمى معدنوس. 50 جرام من الجبنه المبشوره، يا برمزان يا شيدر. كوب من الرز المسلوق، فلفل، كركم، كزبره ناشفه، طماطم مبشوره، صلصه طماطم، شوية كراوية، شوية كزبرة، دي التوابل بتاعة الدولمة. ما حطناش شبت ولا الكزبرة ولا بقدونس، خلوا بالكم عشان احنا في مصر بنيجي نعمل المحشي الكرومب أو محشي الدولمة بنجيب الكزبرة والشبت والبقدونس، التلاتة دول الثلاثي، الثلاثي المرح بتاع المحشي. بقدونس والشبت والكزبرة، وبنفرمه ناعم ونحطه على خلطة المحشي. ويا سلام بقى لو كترنا الشبت في الخلطة نلاقي ريحة الجيران جايبة من عند الجيران يقول لك انتوا عاملين محشي النهاردة. فالشبت نبقى نقلله شويه في المحشي. تعالوا نشوف الدولمه هنعملها ازاي. الميه بتغلي على النار، بجيب الكرومبايه الجميله الحلوه ديت، شايفين شكلها جميل طازه ازاي، وباخد الورق بتاعها كده خبطه صغيره كده، وابدا من هنا من اول واحده اهيت. هاخد الورق دوت هسلقه في ميه ملح بشويه خل، في حله بتغلي على النار فيها ميه مغليه، حطت لها شوية ملح وسنة خل صغيرة. طب يا شيف أحمد، الملح وعرفناه، الخل ليه؟ هي سلطة؟ لا، الخل ده أنا دلوقتي بإيه؟ بشيل كرنب ورق أهوت. الكرنب ده ربنا خلقه في الأرض بيقفل على بعضه وهو في الأرض. معايا؟ الكرنبية بتبقى مفتوحة وهي خضرة. لما نروح كده نتمشى ونشوف الكرنب في الأرض بنلاقي الكرنبية مرقة زي الوردة كده وخرشوفية فاتحة كده. لما بتستوي بقى وتبدا تلم كلها بتقفل على بعضيها من جوه لفوق كده بالتسلسل، دي قدره ربنا عز وجل.
انا حطيت خل مع الميه علشان نسال الساده المشاهدين اللي قاعدين، علشان في ميكروبات صغيره وجراثيم صغيره لا ترى بالعين، في ميكروبات صغيره وجراثيم صغيره وحشرات صغيره لا ترى بالعين. فائده الخل هنا هيقتل الجرثومات الصغيره، هيقتل الميكروبات الصغيره، عشان كده انا حطيت شويه خل. الموضوع بسيط ازاي؟ لازم نعرف احنا بنعمل ايه علشان ايه. هادي ورق الكرنب كده، حلوة أوي. طيب عندنا الكرنباية ده، هي فينا نعملها سلطة، الباقي ده فينا نعمله سلطة، فينا نقطعه ني زي ما هو كده ونرش عليه شوية زيت زيتون وناكله ني. حلو، يعني فينا ديت نستخدمها كذا استخدام، نخليها هنا عشان ما نلاش المية على النار اهيت. وامسك ورق الكرنب ده كده، طبعا على ورق الكرنب ده ما يستوي شوية. هعمل ايه يا شيف؟ هجهز الخلطة بتاعت الدولمة. خلطة الدولمة عبارة عن لحمة مفرومة، بصلاية ناعمة، فص توم ناعم، بيض مسلوق، بيض ني. هنجهز خلطة جميلة حلوة كده، الرز بتاعها رز مستوي مش رز ني. نشوفها مع بعض دلوقتي. وطريقة سواه طبعا مش هنعمله بقى ايه قالب ونقلبه، لا، طريقة السوا بتاعته طريقة لذيذة وجميلة. الموجود اللي عندي ده ما يترميش، ده يتعمل شوربة، ده مهم جدا، أنا مش برمي حاجة، ده يتعمل شوربة، يتقطع ناعم ويتعمل شوربة أو يتعمل سلطة بالمايونيز، والسلطة دي بيحبوها الأطفال قوي، أو إن إحنا نقطعه ونخلله، نخلله بنسلقه جامد، وبعد ما بنسلقه بنحط نبرده ونضيف له شوية خل وشوية فليفلة وفص توم ونحطه ببرطمان مقفول وناكله بعد يومين ثلاثة. مخلل الكرنب ده جميل جدا، كانت تعمله والدتي ربنا يديها الصحه وطول العمر يا رب، ده ملوش حل. نخليه كده على جنب. نيجي الكرنب اهوت اللي انا عملته بحطه في الميه، الله الله الله، واقفل الحله كده شويه واسيبه ايه يستوي شويه. تعالوا نعمل الخلطه بتاعت الايه يا شيف، بتاعت الضلمه اهيت. سهله خالص، ادي البيضه دي مسلوقه ولا نيه؟ ديت النية اهيت، اول حاجة كسرتها هي عشان لو فيها حاجة يبقى انا بدأت بيها. حلو، ادي بيضة نية، بيضة مسلوقة، عندي لحمة مفرومة كده هحمرها على النار دلوقتي، دي المفروض تكون محمرة من قبل بس انا هحمرها معاكم دلوقتي. البيضة مستوية كده هكسرها بالسكينة كده، طبعا الكسكسي على النار جنبي بيتدلع وبيستوي مع اللحم والشوربه. ادي البيضه المستويه اهيت مع البيضه النيه، حلو قوي يا شيف، الله ينور عليك وتسلم ايدك. حله تانيه على النار، طاسه بصلايه ناعمه، وبحمر شويه اللحمه دول كده. معانا اتصال من الجزائر، استر اتصال الاخت. ازيك يا جميل، اتفضلي يا اختي. لا بس الحمد لله، نعطيك الاخ الاخت صابرين وشك الدير كامل. ام صابرين ازيك؟ ام صابرين الحمد لله، كيف الاحوال؟ ايه رايك في الاكل التونسي؟ اشكرك على الاكلات جميله جدا جدا، تسلم ايدك. واشكرك على المصداقيه لاني كلها جربتها، ده اللي بيفرقنا، المصداقيه والشفافيه. ونجحت فيها، نجحت. الله يبارك لك، الله يبارك لك يا اختي. وكما يشرفنا لو تعمل اكلات جزائريه. حاضر ان شاء الله في الخطه، والله احنا ماشيين بالتسلسل حسب الحروف الابجديه، فان شاء الله هنعمل الاكل التونسي. بنعمل ورقه كده ونعملها زي قرعه يا اختي الكريمه يا ام صابرين، يعني احنا مش بنفضل شعب، عشان كل الشعوب العربيه حبايبنا واحنا اخوه ليهم، يعني الشعب التونسي، الشعب الجزائري، الشعب المغربي، كلنا وبنحب المطابخ بتاعته، وانا بعشق المطابخ دي كلها. ولكن احنا بنعمل ورقه كده قرعه، بنطلع زي ما بتطلع، مره المغربي، مره التونسي، اللبناني، المصري. المصري طلع اخر حاجه، يعني حسب القرعه يعني. المهم ان شاء الله باذن الله هنعمل المطبخ الجزائري ونشوف برضو ايه اشهر الاكلات من المطبخ الجزائري. البصله دي بتحمر اهيت مع شويه لحمه. هعمل خلطه جميله كده مع بعض، نشوفها اهيت، نولع النار.
على الاخر كده مطلوب. حلو قوي. حاضر. معانا اتصال من العاشر، ام حماده. اهلا بيك يا شيخ. سلام عليكم. حضرتك طيب؟ الحمد لله، كل عام وانتم بخير. ورحمه الله وبركاته. سلام ورحمه الله. عفوا، انا عايزه اصلح معلومه بالنسبه للليمون المعصفر المخلل. قول يا غالي. دلوقتي بالنسبه للليمون المعصفر بنغسل الليمون وهو اخضر. كويس. بتشق اربعه. بتشق اربعه. بنجيب حبه البركه والعصفر الله والملح الله والشطه آه. ونحشيهم في قلب الليمون ونحطهم في قلب البطرمان بحيث ما يكونش فيه هوا، يترسوا كله جامد ويتحط عليه عصير ليمون مركز. عصير ليمون مركز. ومن فوق بنحط زيت وبيتقفل عليه جامد لغايه ما يستوي. كويس. لكن الليمون اللي حضرتك قلته ده اللي هو المخلل العادي اللي بيتسلق، لكن المعصفر ما بيتسلقش. يا جماله، الله يبارك فيك. شوف. يا شيخ، ده اللي انا بقوله. تواصل. جزاك الله خير. اشكرك وجزاك الله كل خير. ايه رايك في الاكل التونسي؟ جميل جميل جميل، جزاك الله خير. وده تواصل بين الدول العربيه واخواننا العرب والمسلمين. الله اكبر، الله يبارك لك. جزاك الله كل خير عنا. وكل سنه وانت طيبه. وحضرتك بالصحه والسلامه. مع سلامتك. سلام ورحمه الله. شايفين الجمال؟ نقول يا جمال للست العظيمه، يعني الليمون المعصفر قلناه، والليمون المخلل، الليمون السريع اللي انا قلته اللي هو بتاع 3 4 ايام. الليمون المعصفر اللي لقيته لاختي الكريمه، نقطع الليمونه 4 ارباع بس ما نقطعهاش للاخر، صح يا اختي الكريمه؟ ما نجيبهاش للاخر، بس كده بالسكينه يعني تلت الليمونه من فوق، وبعد كده نحشيها التوابل اللي هي قالت عليها، حبه البركه والعصفر وكله، وعصير الليمون المركز، دي معلومه جميله، وبعد كده نحط نغسل البرطمان كويس وننشفه ونعقمه، عجبني قوي الملحوظه ديت، نعقم البرطمان من اي هواء ومن اي ميه ما يكونش فيه خالص، ونقلب البرطمان على فمه علشان نضمن ان ما فيهوش هواء ولا فيه اي ميه، وبعد كده نحط الليمون ونظبطه، وزي ما قالت ونقفله كويس، ده شيء عظيم. شايفين اللحمه المفرومه انا بسويها اهيت، الله، مع شويه توابل، كزبره، توابل زي ما احنا عايزين، ولكن لازم الكزبره ولازم شويه كمون صغيرين وشويه كرويه، وعندنا شويه كركم، الله، التوابل دي كلها حلوه قوي. اتبل اللحمه كده بشويه ملح كمان. اللحمه دي طبعا هضيفها للخلطه بتاعت الدولمه، وانا عندي هنا كرنب، نبص عليه كده، شرنب بيعمل ايه هنا؟ الله 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 الله، طبعا بيستوي اهوت، شايفين؟ اول ما بنحط الكرنب طبعا ايه اللي بيحصل؟ بيدبل وبيتسلق كده، لازم اهوت في ميه ملح بخل، سلقنا الكرنب في ميه ملح بخل. حلو قوي. اللحمه خلاص اهيت قربت تستوي، نضيف هنا شويه بصل مفرومين ناعم، الرز المسلوق، ادي الرز المسلوق ده كتير، نضيف شويه كده النص تقريبا. معانا اتصال من القاهره الاخت هبه. ناهد. سلام عليكم. الاخت ناهد. سلام عليكم، اسف، الاخت ناهد. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا شيخ احمد؟ الحمد لله رب العالمين. تسلم ايديك على الاكلات الجميلة دي. الله يبارك لك، الله يبارك لك. كان اتفضل. كان الاخ اللي عايز الريستو دوت، ممكن اقوله؟ اه، الريستو، الفراخ الروستو، نسمع البروستت، هو عايز البروستت يا اختي، الدجاج البروستت، ده برك، ده نوعية دجاج، يعني بروست ده دجاج مقلي. انا عارفه اللي هي اللحمه. يا بص يا اختي الكريمه، الاول بس عشان نفهم ايه الامور، يعني دجاج بروست ده نوعيه المحل اسمه بروست، ما هو دجاج مقلي. مكنه البروست دي مكنه زيت، فيها زيت زي الحله المضغوطه، بنحط فيها الزيت ونحط فيها الفراخ وهي نيه، ونقفل عليها على درجه حراره 350، ونسيب الزيت يغلي مع الدجاج والحله مقفوله. دي مكنه، دي مكنة لازم تكون موجودة في البيت عشان نفهم الأمور إزاي. مهما تعمليه في البيت مش هيطلع بالشكل ده إلا لما تجيب المكنة دي على شكل صغير، والمكنة مقفولة زي 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 الحلة المضغوطة اللي بتحطي فيها اللحم وتقفليها كويس جامد جامد، وتسيبها لمدة 10 دقايق تكون الأكل طلعت. فالبروست دي نوعية المكن، دجاج بروستت، يعني عشان دي ماركة ما نعملهاش، ما نشهرهاش على إن هي نوعية دجاج يعني، ولكن هو دجاج مقلي بيتبل كويس وبعد كده بيتحط في الدقيق. أنا بحسب في كتف الروست الدجاج، او عايز الدجاج البروستت. اه ماشي يا اختي، اتفضلي انا معاكي. طب شكرا. لا حضرتك وصلتك المعلومه الاول؟
الكتف الرستو. يعني وصلتك يعني ايه بروستت الاول حضرتك عشان بس ايه؟ بيبقى كيلو او كيلو ونص او 2 كيلو. قولي اتفضلي. وثلاث ملاعق سمنه. والتتبيله معلقه دقيق ومعلقه من مسحوق الخردل ومعلقتين خل ومعلقه سكر. ويغسل الكتف ويجففه جيدا ويتبله بالملح والفلفل والبهار. ونعمل عجينه من التتبيله اللي هي الدقيق والخردل والخل والسكر. وندعك بيه الكتف ونخليه لمده ساعه. ونحطه في صينيه فيها سمنه. وندهنه السمنه ونحطه في الفرن. من ساعتين لساعتين ونص. كويس. ونحط جنبيه الحاج رز. الحاج رز. طيب اشكرك يا اختك. ايه رايك في المطبخ التونسي؟ واضح انك شاطره في المطبخ. تسلم ايدك على الاكلات الجميله. المطبخ التونسي، بنعمل الدولمه التونسي دلوقتي. من فضلك. من ايه رايك في الدولمه؟ حضرتك اللي علمتنا. نعم الله يبارك لك، الله ده انت الخير والبركه، ربنا يديكوا الصحه ويبارك لكم يا رب. ايه رايك في الدولمه التونسيه؟ المحشي التونسي اهو. يبارك يا رب. شايف الجمال والخلطه الجميله الحشوه ديت؟ جميله. الحشوه دي لحمه مفرومه متعصجه، وانت حضرتك شاطره في المطبخ وعارفه يعني ايه متعصجه. مقليه مع بصل وتوم. معاها بيض مسلوق متقطع مكعبات. الله يا جمالي النبي طالع من بوقك زي العسل. اشكرك يا اختي الكريمه، الله يبارك لك. احنا شايفين مع بعض دلوقتي الايه، نطفي النار كده علشان نوفر الكهرباء، ما نقفش في المطبخ النار مولعه على الفاضي والغاز يخلص من غير ما نعمل الاكل. انا دلوقتي الخلطه الجميله عندي لحمه مفرومه مستويه متعصجه مع بصله وتومه وشويه قرفه وشويه توابل اللي احنا شفناهم مع بعض، بيضه مسلوقه قطعتها مكعبات، بيضه نيه مع البيضه المسلوقه. وهقول لكم البيضة النية فايدتها ايه دلوقتي عشان تقولوا الشيف ليه ما حطش بيضتين مسلوقين؟ صدقوني والله مش بتسألوا كده، انا واثق انك بتسألوا كده. ليه الشيف؟ ما هو بيض اللي خليه يحط بيضة مسلوقة يحطهم الاتنين مسلوقين، انما واحدة نية مع مسلوقة. هنقول لحضراتكم ليه دلوقتي حالا. لحمة مفرومة مع بيضة نية مع بيضة مسلوقة مع معدنوس اللي هو البقدونس مع شوية جبنة شيدر مبشورين مع الهريسة مع بصلة مع تومة مع شوية رز مسلوقين كويس، وتبلناهم بشوية كراوية وشوية كزبرة وشوية كركم وتبلناهم وشوية ملح وبقى عندي زي الفل. نسأل نرد على سؤالكم ليا دلوقتي اللي هو من داخلكم، ليه الشيف حط بيضة نية؟ دايما لما بنحب نعمل خلطة بنحط مثلا ايه شوية دقيق عشان تمسك الصوص. البيضة النية هنا هتلعب دور الدقيق او دور اللي هي تعمل تماسك للحشوة بتاعة الضلمة، الحشوة اللي انا جميع عاملها دلوقتي. فالبيضة النية لما اقلبها والفها مع الخلطة ديت هتعمل عمليه تماسك للحشوه. لما افتح ورقه الكرنب بعد ما يتحشي واشربها طماطم ونيجي ناكلها هنلاقيها من جوه كده ماسكه نفسها زي الروستو، زي العرق الروستو والفليتو ماسكه نفسها الحشوه. انما لو ما حطيتش بيضه نيه هنلاقيها زي المحشي العادي، نفتح كده هنلاقي الرز حاطط الرز مستوي هنا، اما لو حاطط الرز ني هيبقى الرز بنفسه لعب دور البيضه. خلاص عرفنا ليه الشيف حط بيضه نيه؟ ده المطبخ التونسي، ما احنا قلنا ايه؟ بيتميز بروعته بمذاقه المميز بطريقه اعداده وسهوله اعداده. المطبخ التونسي فيه ميزه، مذاقه وطريقه اعداده سهله جدا زي ما احنا شايفين مع بعض. ادي اهوت عملت الخلطه الجميله اللي شفناها مع بعض. الخلطه دي حلوه قوي، انا شخصيا جربتها جميله جدا ومن الاكله المفضله عندي اهي. قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فيها بيض فيها خضره فيها لحمه فيها رز. شايفين الجمال؟ تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي هنعمل الدولمه التونسيه. الكرنب جاهز عندي. الله 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 استوى خلاص. بصفيه في مصفى هنا كده. هطلع كرنب. نرص على الكسكسي كده اخباره نشوف. الله الله الله. بيتدلع هنا اهوت. شايفين نقلب كده الكسكسي الجميل ده كده. الله الله الله. كده البخار اللي طالع لازم نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. في حاجه الشيف عملها هنا غريبه كده، مش يعني ما قالش عليها. حط كده حتتين من الاطباق الصغيره ديت هطلعهم دلوقتي اهمت. عملهم ليه؟ انا ما رضيتش اعلق عليهم علشان السؤال ده يشغلكم وتتابعوا معايا وتشوفوا الراجل ده بيعمل ايه. شفتوا بقى حركات الشيف؟ سابهم كده علشان يقولوا لا الشيف حط ليه ديت؟ طب ما كان اللي صنع الحله دي ولا اللي اخترعها كان عمل كده. لا انا حاطط الكسكسي هنا مصنوع
اللي عمل حله الكسكسي عملها الكسكسي اتعمل على الايد ويتظبط. اما الكسكسي حطه هنا ناعم عامل زي السكر الخشن او الملح الخشن او زي السميد، فلو حطيته منه على طول على خرام المصفى الجميله ديت هينزل مع الشوربه وتبقى الحياه شوربه لحمه مع خضار مع كسكسي وكاننا ما بنعملش كسكسي. فانا حطيت دولت لغايه لما الكسكسي يتشرب الشوربه ويطلع له البخار الجميل الحلو الريحه الجميله اللي مش قادر اقاومها تطلع على الحله بتاعه الكسكسي. في الحاله دي اللي يحصل الساده المشاهدين الكرام الاخوه الاحباء، البخار والصوص الجميل ده هيخلي الكسكسي يمسك نفسه بقى، هيتحول لايه؟ لعجينه. هبدا ان انا افلفله وايه وابرمه بايدي كده هضمن ان مش هينزل منين؟ من المصفى. عرفنا ليه انا حطيت دولت؟ علشان انتوا قاعدين بتتساءلوا دلوقتي. نقلب بقى كده اهو كده بالشكل ده، مش هخاف عليه انه ينزل تحت. حلو قوي اهو. تقتلنا نقلب كده لغايه لما كمان مرحله هجيب شويه شوربه من الشوربه بتاعته اللي تحت وابسس بيها الكسكسي. بس تعالوا نطلع الكرنب الاول، بتعب انا. ادعوا لي والنبي بالله عليكم تدعوا لي. نطلع الكرنب من هنا. الله، نسيبه يبرد شويه كده. ايه رايكم؟ نسيبه يبرد شويه عشان نشتغل فيه اهوت، واروق مطبخي كده واظبط الدنيا. تخلونا نطلع فاصل صغير نرجع للكرنب بعد ما يبرد، مش هنضيف عليه الميه، اللي عايز يبرد بطبيعته، ونشوف ازاي هنعمل الدلمه التونسيه ونشربها صوص طماطم جميل ونشوها في الفرن. ما تروحوش بعيد علشان نشوف الدلمه التونسيه والكسكسي بالعلوش. تابعوني بعد الفاصل. الاكل علمي ومعلمه وقصلت ناس بهمتك، وعشان رضاك ومعزتك شيف المغازي في خدمتك. أكاديمية الشيف لتعليم فنون الطهي، ورشة عمل لتعليم فنون الطهي لك ولك في آن واحد. أكاديمية الشيف، أشهى المأكولات، ألذ الأطباق. أكاديمية الشيف، في أقل الأوقات تقدري تعملي أحلى الأكلات. تقدري تعملي أحلى الأكلات. أكاديمية الشيف لتعليم فنون الطهي مع الشيف أحمد المغازي. مع الشيف أحمد المغازي. المطبخ فن وإبداع. المطبخ العنوان: السادس من أكتوبر، المحور المركزي بعد ميدان الحصري بخمسمائة متر فقط. التليفونات 019-411-6006 أو 014-99-28-288 أو 02-383-454. بادر بحجز مكانك، خصم خاص لفترة محدودة. التعليم لمدة شهرين 1100 جنيه شاملة الخامات. أحمد المغازي. الله عليك على طشتك من كل دولة وجبتك، والطلة حلوة طلتك، والطعم كله كله أكلتها. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. ما عملتش حاجة، بريء يا باشا. عندنا كسكسي اهوت، اللحمة مع الخضار، يا ريت نجيبها كده للسادة المشاهدين. والكسكسي بعد ما أنا كنت مبخره هنا طلعته وجبت صينية هنا عشان أعمل حاجة جميلة دلوقتي مع بعض. الأول نملح المرق أو الشوربة، نملح المرق بتاع التونسي، الكسكسي التونسي اللي هو بلحم العلوش اهوت. بعد ما نملح المرق الجميل ده نعمل ايه يا شيف؟ ناخد شويه شوربه من المرق ده. الله، شويه شوربه. الشوربه دي هتروح على فين يا شيف؟ الشوربه دي هتروح على فين بعد كده؟ اهيت، هنشرب بيها الكسكسي ده. الله الله على الجمال. شوربه مرق اللحم مع الخضار مع التوابل الجميله، الريحه سامحوني مش قادر اقاوم. جميلة 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 يا جماله. كده أنا دلوقتي بشرب اللي هي شيف، بشرب الكسكسي بالمرق بتاع اللحم العلوش اللي هو لحم الخروف مع الخضار. كده الكسكسي طلع سهل ازاي اهوت، يا ريتني تابع.
شفتوا ازاي؟ يبقى انا اول حاجه عملت ايه؟ حطيت طبقين صغيرين في ارضيه، لقيتهم قدامي يعني. طب ما عندناش الصغير اللي الشيف حاطه ده، ما في حاجات صغيره. انا عارف انتوا قاعدين دلوقتي هتلفوا السوبر ماركت ولا تلفوا الراجل بتاع ادوات المنسليه عشان تجيبوا حاجه زي كده. اي طبق زي بتاع المحشي دي كده، اي حاجه صغيره كده، اقلل الفتحات بتاعه المصفى علشان الكسكسي ما ينزلش تحت في بدايه مرحلته، وبعد كده بشيلها لما احس ان هو اتبخر. شايفين اهوت، الله الله الله، شايفين الشوربه او المرقه بتاعه العلوش مخليه الكسكسي طعمه جميل ازاي وريحته جميله اهوت. اقلبه كويس كده، متفلفل ازاي وحلو. الله 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 الله، شايفين الجمال؟ ويا جماله لو جبت شويه زبده ولا شويه سمنه حطيتهم عليه هيبقى جميل وجميل اهوت. عندنا السمنه اهيت، نحط شويه سمنه كده على الوش. احنا بقى بناكل ايه النهارده؟ ايه؟ كسكسي تونسي لازم يكون دسم كده، لانه معمول بشوربه العلوش او بمرقه العلوش مع الخضار الجميل، فلازم ان احنا ايه نتوصى بيه ونخلي الطعم بتاعه والتيست بتاعه جميل كده. كويس. هعمل ايه بعد كده يا شيف علشان نشوف الدولمه بتاعتنا اللي مستنيانا؟ هنجيب شويه قرفه ناعمين كده هو جاهز. الله الله الله، شويه قرفه ناعمه. فين القرفه يا شيف؟ اهيت على الوش هنا كده. يا ريت، الله الله، يا ريت يا ريت نبص ونشوف الحلاوه دي والجمال ده. القرفه نازله كده، ايه رزاز قرفه على وش الكسكسي. الله الله الله. هعمل ايه بعد كده يا شيف؟ اغطيها كده واشيل حله المصفه بتاعت الكسكسي، انزل بيها كده على النار تاني واوطي النار، اخليها على واحد يعني بسيطه جدا. هو خلاص خلص، هسيبه بقى ايه يعيش مع نفسه كده لغايه لما اعمل الدولمه. تعالوا نوطي النار. نوطي النار حلو، نغطيها ونسيبها. الواد دخل علينا المطبخ ولا البنت عايز ياكل؟ فينا نغرف له دلوقتي حاجه تصبيره كده على ما يطلع المحشي بتاعنا اللي هو الدولمه. تعالوا نشوف الدولمه هتتعمل ازاي. سهله خالص وهتعجبكم ويا ريت تعملوها، عشان مش كل يوم محشي وكل يوم ورق عنب، لا موضوع بسيط خالص اهوت. الخلطه الجميله اللي انا عملتها، وقلنا البيضه النيه انا عملتها ليه، عرفنا مع بعض. وادي الكرنب عندنا، نوسع لبعض كده عشان نشوف. الله، ورقه الكرنب اهيت دي كبيره. ايه رايكم نيجي نقطعها نصين؟ نقطعها نصين، حلوه قوي. وادي الورق. في حاجه بقى تخطئ فيها ست البيت، احنا اول مره نعمل محشي على الشاشه، يا ورق عنب يا كرنب. لما اجي اعمل ورق العنب او الكرنب، في ناحيه خشنه وناحيه ناعمه، ناحيه خشنه وناحيه ايه ناعمه. قبل ما اسلق ورق الكرنب ده، عندنا الكرنبايه اهيت، ادي الناحيه الخشنه بتبقى جوه والناحيه الناعمه من ورا، دي ربنا خلقها كده، بتقفل على الناعم والخشن بيبقى بره. انا جيت سلقتها. لما اجي اعمل المحشي ورق العنب او اعمل الكرنب، اخلي الناحيه الناعمه للرخامه او للبلانشه والناحيه الخشنه جوه، يعني زي كده دلوقتي اهوت. ديت الناحيه الناعمه، فين يا احمد؟ اهيت دي الناحيه الناعمه، نخليها هنا كده اهيت. دي الناحيه الناعمه، اخليها هنا كده. مهم جدا الحاجات ديت. معانا اتصال من السعوديه، الاخت ام رعد. السلام عليكم. ازيك يا شيف؟ ازيك يا اختي الكريمه؟ كل سنه وانت طيبه. طيب الله يبارك لك. رائع المطبخ بتاعك، حلو قوي. الله يبارك لك. الله يسلمك، تقعد له بخير ان شاء الله يا رب. امين يا رب، امين يا رب. شيف انا كلمتك قبل يومين. من جده. سالتك عن المكتبه اللي فيها الكتب. العيال مش عايزين الكتاب يشتروه، عايزين توقيع الحاج محمود. توقيع الحاج محمود حسان. محمود حسان. الله الله. عايزين توقيعه على الكتاب هديه. يبقى لازم تشرفينا في القاهره في مدينه الانتاج. انا بكلمك من جده. من جده؟ من السعوديه. طب يبقى ان شاء الله اي حد اللي هيروح يروح يعمل عمره ان شاء الله نبعته معاه لحضرتك على الذوق. انت شرفنا. واخلاقك العاليه يا ست الكل. انت شرفنا، اهلا وسهلا بيك. الاستاذ محمود بيروح يعمل عمره ان شاء الله على طول باذن الله، في رمضان ان شاء الله هيكون معاه. ان
عقبالك ان شاء الله يا رب. امين يا رب. كل سنه وانت طيب. طيب يا اختي الكريمه اشكرك. ايه رايك في المطبخ التونسي يا اختي الكريمه؟ حلو جميل قوي. سهل حلو حلو وسهل. انت سهلته يعني. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك فيك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. شايفين الجمال. احنا هنا دلوقتي شكرا على اتصال الاخت ام مراد. الكرنب لازم اخليه من الناحيه الناعمه زي ما انا عملت دلوقتي، ما اخليش الناحيه الخشنه فوق، دي حاجه. الحاجه الثانيه سبحان الله لما اجي اخليها من الناحيه الناعمه هلاقي اللي هو الجدر او الجزع بتاع الكرنبايه او الساق الخشن هلاقي من وشه ليا. يعني بمجرد ما اخلي ورقه العنب الخشن فوق والناعم تحت طبيعي هيكون الجزع ده او الساق ده الخشن ده هيكون ليا، فهبدا اللف منه. مركزين في الموضوع ده؟ دي طبيعه يعني. اصبح دلوقتي الساق الخشن او الجزع بتاع الورقه منه ليا، هنلفها بالشكل ده كده كده اهوت. الله، عشان وقت البرنامج. ادي كده اهيت. نشتغل بقى كده. احنا عرفنا الشيف عمل ايه اساسيات. نشتغل بقى نعمل ايه على السريع كده، نعمل شويه عشان وقت البرنامج. كلهم بيقولوا لي باقي 10 دقايق او ربع ساعه، خلوها زودوها شويه، شهر كريم اهوت. نعمل كده. الله، ايه رايكم كده؟ فل. نعمل شويه اهوت السرعه دي كده اهوت. شايفين دي الدولمه من المطبخ التونسي جميله ازاي. الورقة تبقى في الناحية الناعمة لأرضية البلانشة أو للرخامة اللي أنا شغال عليها، واخد شوية حشوة جميلة، لحمة مفرومة، جبنة مبشورة، بصلة، توم زي ما شفنا مع بعض، بيضة نية، بيضة مسلوقة. وعرفنا البيضة النية فايدتها إيه، وعرفنا شوية البقدونس أو المعدنوس التونسي. شايفين الجمال أهوت. نحط كده طبعا، نعمل كمية بقى حلوة كده. والله المحشي التونسي ده جميل جدا. ما عملناش كمية كبيرة وقعدنا نلف طول الليل ونعمل حلة ونقلب الحلة ونحط في أرضية الحلة بصل ولحمة وكوارع، شغل بتاعنا بتاع المطبخ المصري الجميل اهوت. وده برضو جميل سهل يعني، ده سهل على الشيف. ويبقى حط في المنيو نوع محشي، واخدين بالكم؟ ما هو الشيفية ايه لما يجي يحط منيو الحفلة ولا الفرح ولا المناسبة جميلة، يا رب يكتر مناسباتكم الحلوة الجميلة، بيركز على ان هو ينوع، فيبعد عن المحشيات ويبعد عن الحاجات اللي بتتعب واللي تخليه يصحى بدري وياخد وقت كتير في المطبخ. صدقوني زي ما بقول لكم كده، وتلاقوه ايه يحشي المنيو بحاجات سهلة تاخد منه ايه في وقت قليل. اما احنا شايفين اهوت سهل، البساطة بتاعت الدولمة التونسية بيسهلوا علينا ازاي. ماشي يا عم معتز، شوف كده الحشوة. الله، عملنا كده شوية حلوين. عندي طماطم مبشورة وعندي صلصة طماطم هتبلها، خلصت الايه الدولمة عيد. كله بالطريقة دي هيتعمل بالشكل ده. نعمل الكمية كلها، نخلص الحشوة ونخلص الكرنب. والموضوع سهل على حسب عدد افراد الاسره عندنا، 2 3 4 نزود لهم الكميه في بوله صغيره. عندي طماطم مبشوره اهيت، دي طماطم مبشوره مع شويه هريسه من اللي موجوده عندي، معلقه هريسه صغيره وشويه توابل من اللي موجودين اللي انا ضفتهم على الايه على الرز الحشوه، شويه كركم شويه كمون شويه كراويه، يعني بالاخر كده اتابل الصوص الطماطم اللي انا هشرب بيه الدولمه بتاعتي. شويه بقدونس، معلقه صلصه طماطم اهيت، حلو قوي. شويه جبنه من الجبنه اللي عندي. الله، هعمل في الخليط ده ايه كده. شايفين الجمال؟ عندي شويه شوربه او شويه مرقه من مرق الكرنب اللي انا كنت بسلق فيه، بحطهم كده علشان تفك الصلصه بتاعتي، حلو قوي. والخلطه دي كده ايه بظبطها واظبط التست بتاعها. شويه ملح، فين الملح يا شيف اهوت. تبلت الصوص الطماطم اللي عندي اللي طبعا اللي هيضيف للدولمه بتاعتي طعم جميل اهوت.
الله الله الله. موضوع بسيط خالص اهو، دي شوربه، ولو عندي شوربه دجاج، مرقه دجاج، مرقه لحم، ناخد منها ونزود. شايفين الجمال والحلاوه؟ الله 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 الله. صوص الطماطم ده كده، انا عملت الدولمه من المطبخ التونسي، شفناها مع بعض اهيت، واحطها في الفرن هنا تستوي في الفرن. اعمل حاجه جميله هنا، هتعمل ايه يا شيف؟ لازم نعمل حاجه نغطيها شويه لغايه لما تاخد غلوه في الفرن، وبعد ما تاخد غلوه واطمئن ان هي خدت غلوه بكشف الغطا ده علشان وشها يحمر. نحطها هنا في الفرن، الفرن مولع عندنا اهوت، الله. نسيبها في الفرن هنا تستوي لمده تقريبا 20 دقيقه، نكون روقنا مطبخنا. نرجع بعد الفاصل الصغير ده نشوف الكسكسي بلحم العلوش مع الدولمه اللي في الفرن اللي بتستوي مع صوص الطماطم من المطبخ التونسي، ما تروحوش بعيد. الاكل علم ومعلمه، واصول تناسب همتك، وعشان رضاك ومعزتك شيف المغازي في خدمتك. صحتك في اكلتك، صحتك في اكلتك، والشيف المغازي فرحتك. حلقتنا النهارده اكله جديده ومعلومه صحيه مفيده، والكشري جاهز للي ياكل. اضافه السكر للطماطم ده بيبني على الحموضه من الطماطم. هنشوف ازاي هنعمل بقى لنا الطشه بتاعه الملوخيه. الله، اللحمه المفرومه مع الطماطم وجبته في كل مره، مش قادر اقاوم الريحه الجميله دي. طعم مكعبات بالشكل ده لطبق السلطه الخضراء بتاعنا. وعايزين حاجه يا شيف تفتح لنا النفس، نعمل طبق سلطه باذنجان. المطبخ المصري، المطبخ الطلياني، المطبخ المكسيكي، المطبخ الصيني، المطبخ المغربي، المطبخ اللبناني، المطبخ الخليجي، حريصين في كل حلقه بنقدمها ان احنا نقدم اكلات اقتصاديه في متناول الجميع. يا رب نكون عند حسن ظنك. حياتك في اكلتك، الشيف مغازي فرحتك، شفنا يسعد دنيتك، يملى بالخير جنتك. الله عليك على طشتك، من كل دولة وجبتك، والطلة حلوة طلتك، والطعم كله أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. هنغرف مع بعض الكسكسي ونغرف مع بعض الدولمة. الدولمة احنا حطيناها في بايركس، هنقدمها في نفس البايركس اللي احنا دخلناها الفرن على صوص الطماطم والجمال والحلو ده، هنطلعها من الفرن نقدمها على طول. يبقى ما عنديش غير الكسكسي اغرفه، ده طبعا اغرفه قبل السفره مباشره، يعني مجرد ما يخبطوا يبداوا يقعدوا ياكلوا السلطات يشربوا الشوربه نكون احنا مغرفين الكسكسي ده ومظبطينه. طبعا الاخوه المغاربه والجزائريين والتونسيين في تونس وفي المغرب وفي الجزائر، في اللي هو الطاجين الفخار الجميل ده اللي بيبدعوا في ابداعه وفي صنعه وفي شكله، بصراحه يعني بيعجبني الشكل بيبقى عظيم جدا، ده موجود انا موصي عليه هيجيني مخصوص. حلو، ده عشان نقدم فيه الاكلات المغربيه والتونسيه والجزائريه. ولكن احنا في المطبخ المصري، وست الكل النهارده عايزه تاكل كسكسي وتعمل كسكسي من المطبخ التونسي بعد ما شافت الشيف احمد وعايزه تعمل الكسكسي. فانا هقول لكم على طريقه سهله للغرف. هنجيب بوله زي دي كده، يا اما ازاز يا اما شكلها الجميل ده الاستانلس، واجيب بوله اصغر شويه ازاز برضو او طبق، واجي حاطه بالمقلوب هنا كده. شايفين الجمال كده؟ دي رقم واحد. حلو، نجيب الشكل الجميل ده كده، دي رقم واحد. واجي عند الكسكسي هنا اللي انا عملته اهوت، اخد الله 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 على الريحه الجميله، نقلب كده طبعا لان احنا حاطين قرفة على الوش وحاطين سمنه او زبده. شايفين الريحه الجميله والطعم الجميل؟ الله، سامحوني انتوا مش معايا، الريحه جميله جدا مش قادر اقاوم. هنيجي هنا عاملين ايه؟ حاطين كده ايه؟ الشيف بيحط ايه ده؟ بيحط ده على ده؟ ما انا هعمل اقول لكم ليه؟ انا عايز اغرفها بالشكل ده عشان احط الصوص في قلب الكسكسي. فلو حطيت، مش قلنا المطبخ فن وابداع؟ فن وابداع يا شيف. لو حطيت الصوص اللحمه والمرج منه على الكسكسي على طول، ايه اللي هيحصل؟
بعد شوية على الضيوف ما يتأخروا مزحمة المواصلات هنلاقي الكسكسي ده عجن وبقى بسيسة. ليه؟ المرقة اللي الشيف عملها أو اللي أنا عملتها نزلت على الكسكسي خلاته بسيسة. فأنا حطيت البولة اللي احنا شفناها مع بعض ديت علشان تحمي الكسكسي من المرق بتاع اللحم الخروف أو لحم العلوش، وفي نفس الوقت لو قعد فترة طويلة ما يحصلوش أي حاجة. الموضوع بسيط خالص اهوت. أكبس كده بالشوكة أو بالمعلقة اللي أنا بغرب بيها. نغرف كمان. موضوع بسيط ازاي وجميل، في فن وابداع. يعني طبق الكسكسي ده بيبقى ملك السفره، اذا كان التونسي او المغربي، بيتعمل بالدجاج، يتعمل باللحم زي ما احنا عايزين. نغرف كده واجي بالشكل الجميل كده. اجيب الطبق اللي اغرف فيه بالشكل ده كده. الله الله الله، انا مش هشيل دي غير لما تقولوا لي ايه حاجه واحده، تقولوا لي يا جمال. سامعكم انا وانتوا بتقولوا يا جمال. ننظف مطبخنا اول باول عشان نفسي تتفتح للاكل واكل الطبق الجميل. سمعتوني يا جماله، سمعتوني يا جمال. نرفع دي كده. الله الله، خليه كده. هنا في قلب البوله دي كده باخد الصوص الجميل اللي انا عملته، الخضرة الجميلة، وفي البولة اللحم مع الخضار الجميل اهوت. انا قالب الحلة علشان تشوفوا الفليفلة الخضرة، البتنجان، الكوسة، شايفين الجمال، الشوربة الجميلة اهوت. فقلب الكسكسي شفتوا البولة الصغيرة دي اتعملت ايه. ولكن لو عندنا الطاجين المغربي او التونسي هيبقى يا جماله احلى واحلى، شايفين الجمال. الله. ونخلي الشوربه ديت على جنب، فينا نغرفها في طبق جانبي للي عايز ياكل ويزود كميه الصوص بتاعه. ادي الكسكسي من المطبخ التونسي بلحم العلوش بقى عندنا الضلمه الجميله. الله الله الله، سمعوني كمان يا جماله. ادي الدولمه من المطبخ التونسي اللي هو الكرنب المحشي، الخلطه الجميله اللي شفناها مع بعض، بيض ولحمه مفرومه وبقدونس وبصل، والكسكسي بلحم العلوش. اكلتين سهلين جدا عملتهم قدامكم، ما عملتش حاجه بره الاستوديو، كله على الطبيعه. وعملت اكلتين من قلب المطبخ التونسي. شايفين الدولمه بتلعب ازاي وجميله ازاي؟ اعذروني بعد ما نطلع من البرنامج ونخلص انا اول واحد هقتحم الكسكسي الجميل ده. تابعونا على قناه الرحمه الفضائيه، هنشوف افكار وابداع ونخبط على كل مطابخ الدول العربيه والدول الاوروبيه علشان نجيب لكم اشهى واحسن الاكلات من جميع المطابخ. الف هنا وشفا، وكل عام وانتم بخير. صحتك في اكلتك والشيف مغازي فرحتك، شيفنا يسعد دنيتك، يملى بالخير جنتك.